مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخل. يا رب تكون كل الامور تمام. الاسبوع ده رحنا الابجيه. تعرفين في باب الخل بنتكلم على الناس الطيبه اللي بتكافح وعلى الحجاره اللي بتتكلم. في الابجيه في مكان يمكن ناس كتير تعدي عليه وما تعرفش فيه ايه، ايه الحكايه اللي جوه في المكان ده. لكن احنا رحنا ولقينا حكايه، الحكايه دي تعتبر هي احسن القصص، وكمان فيها دروس مستفاده كثيره جدا. لما بنذكر التاريخ احنا بنحاول نقول لك حاجه من خلال الموضوع، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان التاريخ هو الحاضر وهو المستقبل، يعني ما تبعدوش ابدا عن ذهنك، لان اشياء كثيره ممكن تتكرر في الحياه، لا هي بتتكرر بالفعل. فتعالوا نروح الأبجية ونشوف ايه اللي احنا لقيناه هناك وايه الحكاية اللي احنا سجلناها هناك. نحن في الأبجية. في مقبرة يقال انها تخص إخوة سيدنا الكريم يوسف. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. طبعا وانت في مشوارك للوصول إلى قبر إخوة سيدنا يوسف وانت ماشي وسط الأشياء دي كلها، هذه المقابر، لازم تتفكر وتتذكر كلمات عمك عمر الخيام اللي ترجمها لنا أحمد رامي: فكم توالى الليل بعد النهار، كم توالى الليل بعد النهار ودار بالأنجوم هذا المدار، فامشي الهوينا إن هذا الثرى من أعين ساحرة الإحرار. والتاني بقى قال لك ايه بقى؟ خفف الوطأ، ما اظن قديم الارض الا من هذه الاجساد. ده ابو العلاء المعري. فبالراحه وانت ماشي حتى تصل الى هذه المقبره التاريخيه. قيل في يعني كتب كتير ان هذه المقبره تخص اخوه سيدنا يوسف. اذا كنت تعرف القصه نسمعها تاني، وجايز تلاقي فيها حاجات ما كنتش تعرفها، واذا كنت ما تعرفهاش تعال نسمعها، هتلاقي فيها هي مش ليست قصه نبي فقط، لا هي قصه فيها اشياء كثيره جدا جدا جدا. لانه النبي ده هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هكذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يوسف هو الكريم ابن الكريم يعقوب ابن الكريم اسحاق ابن الكريم إبراهيم. هذه السلالة الألماز، ولو في حاجة طبعا أعظم من الألماز تبقى هي دي السلالة اللي مفيش زيها. كريم سيدنا يوسف، ثم الكريم الأب سيدنا يعقوب، ثم الكريم الجد سيدنا إسحاق، ثم الكريم سيدنا إبراهيم عليهم جميعا السلام والصلاة والسلام وكل الجمال. تيجي بقى هنا المقبرة نحكي لكم بقى إيه قصة المقبرة، ونحكي لكم قصة هذا النبي اللي حصل بينه وبين اخواته شيء فظيع، وحصل بينه وبين سيدة غنية وجاه وسلطان موقف قدر يقف فيه بصلابة كبيرة جدا، ورجع تاني علمنا الكرم وعلمنا التسامح. ففي قصة سيدنا يوسف الكثير جدا من العظات اللي ممكن نستفيد منها ونحن نروي قصة هذا النبي الكريم. بص بقى يا سيدي أو يا ستي، من حوالي
900 سنة حسب ما موجود في معظم الكتب يعني. كان يوجد هنا رجل صالح قاعد، وبعدين مسك القرآن الكريم وقعد يقرا في سورة سيدنا يوسف أو يرددها حافظها مثلا، وبعدين ريح نام. فطلع له في المنام شخص قال له: هذه قصتنا، من أخبرك بها؟ فقال له: إنها مذكورة في القرآن الكريم، الله نبأنا بها. قال له: أنا روبيل ابن يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل. وصحى الرجل منهم قال لك: دول مدفونين هنا، مادام جت للرؤية كده يبقى. وأقر كل الناس وقتها إن هما هنا إخوة يوسف. عملوا بقى مقام جوه يعني قبب كده، هي مكتوبة بالخط اللي هو بتاع الفترة الفاطمية، لكن قالوا ناس في العصر الأيوبي، قالوا ناس في العصر الفاطمي، يعني مش دي مشكلة تخص بتوع الآثار وبتوع التاريخ. إحنا جايين هنا بقى عشان إيه؟ نخبرك بهذه القصة، لأن روبيل أو ربيل زي ما يعني يكون اسمه الدقيق يعني، قال له: من أخبرك بقصتنا؟ إيه القصة بقى؟ شوف يا سيدي بقى ايه بعد ما تخلص سورة هود تبدأ سورة يوسف. ناس كتير طبعا بتقرأ القرآن وسعداء بيه بتاعه، وفي ناس بتبقى يعني متعمقة تقرأ، وفي ناس بتقرأ للذكر وللثواب، وده كله جميل يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه بقى للقصة، الرواية بدأ ازاي، الآيات الكريمة بدأ ازاي. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تمام. إيه بقى أحسن القصص؟ بدأت القصة بحلم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. الله. ثم ماذا؟ اسمع بقى اللي جاي. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. شفت بقى الأربع أسامي اللي موجودة؟ هو وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم، هم دول الكرماء اللي سيدنا محمد قال له: أنت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وبدأت القصة بقى الآيات ورا بعضها حتى تقترب الصورة، يعني حتى اقتربت الصورة من نهايتها. القصة الشهيرة لإخوات قالوا: أبونا بيحب الصغنن ده أكتر مننا. يعني هو في أقوال لو كان صغير، في أقوال لو كان عنده 17 سنة. الحقيقة أنا ما عنديش يعني ما أقدرش أقول، إنما الكتب بتقول كده. المهم أنتوا عارفين القصة، إنه راحوا لأبوه قالوا على سيدنا يعقوب يعني، وقالوا له: إحنا هناخده ونتفسح ونخليه يلعب وإحنا بتاعه وحاجات زي كده وتبسط. فقال لهم: أنا خايف، هو من الأول الأحسن دي بياكلوا. قال له: ما تخافش، ازاي ياكلوا؟ ده احنا ناصحين ليه وحافظين ليه. وكان مكان، ولكن في واحد اخ منهم بقى، ده الاخ اللي هو يعني قلبه رحيم شويه، قال: ما فيش داعي تقتلوه، حطوه في غيابات الجب، حطوه في الجب كده، نزلوه تحت اللي هو بيجيبوا منه مي، يمكن يلتقطه احيى اي حد ماشي. وخلي بالك هنا هتلاقي في الايات لما يقول لك التقطوا بعض السياره،
هو الاول قال يلتقطه بعد السياره، فعلا التقطوه بعد السياره هو في الـ في الـ في البير. وطبعا المعروفه اللي هي فصبر جميل والله مستعان لما تصفون، احنا بنردد باستمرار. هي في القصه دي لما جم قالوا له الديب كالو بتاع ما اقتنعش بالكلام ده، واشترى بقى الراجل اللي في مصر ومراته. والقصه المعروفه ان هو قال لها طب انا عايزين ناخده، يا سلام ده ولد وبتاع، ناخده عندنا في البيت نربيه وبتاع. وده كان الحاكم في مصر. ثم توالت القصة، الراجل طلع زي القمر سيدنا يوسف، وهو بقى شطر الحسن، عشان ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وهو بقى شطري الحسن. فسيدنا يوسف وهو بقى شطر الحسن، هكذا يقال في الكتب. ويقال أيضا أن هذا حديث يعني منسوب إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن سيدنا يوسف كان غاية في الجمال. فالست اللي خدته حبته، وقعت في غرامه. فحصل بقى القصة الشهيرة اللي هي بقى إيه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كله تمام، أنا قفلت البيبان ويلا. قال لها معاذ الله، انا ما اعملش فعل فيه ظلم ولا فيه بتاع، ما هيش ممكن، الراجل ده اكرم مسواي اللي هو الراجل اللي رباه، وان انا ما اعملش حاجه فيها خطيئه. هي قالت الان حصحص الحق، انا روضته عن نفسي. فاستعصم خلاص. يعني ما اي حد يقول لك ده سيدنا يوسف برضه فكر وكده وبتاع مش عارف ايه. فقصه بقى همت بيه وهم بيها. انا طبعا مش يعني ما اقدرش افسر ولا اقول حاجه، لكن في تفسيرات كتيره جدا جدا حلت الحكايه دي واوضحتها بشكل يعني صريح جدا ما فيهوش مشكله. وانا عايز اسالك، لو انت قاعد على القهوه وحد قال لك ده سيدنا يوسف برضه فكر وكده، اقول له بس استنى، هات اقلب صفحتين كده من الصوره، هتلاقي هي بتقول امراه العزيز الان حصحص الحق، انا روضته عن نفسي فاستعصم. مش عايزين بقى كلام اكتر من كده. فدي مش قضيتنا، قضيتنا في قصه سيدنا يوسف لما نمشي في الايات، وبتشوف بقى انت هو بيتسجن، وبعدين في بيشوف الحلم، احلام واحد راجل الطير هتاكل من راسه هيتصلب، والتاني هيسقي ربه خمرا، ربه طبعا ده ربه يعني اللي هو الحاكم والملك وبتاع. وتمضي قصه سيدنا يوسف الى نهايتها بان هم بيرجعوا واخواته وبتاع. يعني انا مش هقعد احكي القصه ولا احكي التفسير، ما دي مش تخصصي، لكن ممكن اكمل الحكايه بس. انه لما اتهمته زوجة العزيز بالقصة دي، وبرأه قريبها اللي هو خلي بالك كيدا كنا عظيم، دي دايرها الراجل قريبهم لانه شاهد شاهد من قليل. قال اذا كان قميصه اتقطع اتشد كده من ورا تبقى هي اللي كانت بتجيبه، لو من هنا يبقى هو اللي كان بيحاول يعجزها، فلو القميص مشدود من ورا فخلاص الراجل براء. ومع ذلك سجنوه برضو، دي انا بصراحة مش فاهمها، انما اتسجن 10 سنين. وهو في السجن اتنين جوله وقالوا له احلامهم وفسرها لهم. فالراجل بقى التاني دوت اللي هو قال له تسقي ربك خمرا ده، قال له باسكرني عند ربك، ما تروح عند الملك يبقى اقول له ان في واحد مظلوم في السجن طلعوه، قوم نسي. وبعدين الملك حلم بسبع بقرات عجاف وسبع بقرات سمان والقصه المعروفه ديت. فقالوا له الراجل افتقر، قال له الراجل اللي في السجن ده كويس قوي في الاحلام. وبدات قصه جديده لسيدنا يوسف، خرج وفسر الحلم والملك اقتنع بيه، والست مرات العزيزه اعترفت ان هو الراجل ده، وقالت بقى حصص العق خلاص الراجل ده تمام. وقال له وليني، وبقى هو ملك مصر تقريبا، هو المتحكم في كل شيء. وجم اخواته ياخدوا غلال من عنده، عرفهم هم ما عرفوهوش، فقال لهم عندكم اخ انا عايز اشوفه، ناقصكم اخ يعني انا عايز اشوفه. فجابوا له اخوه بقى اللي هو اخو الشقيق. وطبعا القصه بتاعت سواع الملك ان هو عايز ياخد اخوه مش عارف ياخده ازاي منهم، فراح حاطط قال لهم فيكم واحد سارق، حط المكيال بتاعه ده فيه حاجه اخوه عشان ياخد اخوه. وفعلا وراحوا لسيدنا يعقوب وقالوا له ده ابنك حصل كذا وكذا 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 وكذا. فرجعوا تاني عشان يحاولوا يخرجوا الابن،
وسيدنا يوسف وسيدنا أيوب قال لهم حاجة لطيفة جدا. شوفوا هو زعلان منهم. قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. شوف برضه خايف على أولاده. عشان إيه؟ لما تسمع إن في طيارة هليكوبتر وقعت كان فيها مثلا 15 وزير ولا حاجة تقول لهم الله ما سيدنا أيوب بلغ لكم 900 سنة يا جماعة. ما الناس المهمة ما تركبش مع بعضها. فقسمهم ووزعهم. كان خايف عليهم. المهم يعني حصلت القصة إن هم أولاد أخواته عرفوا. هنا بقى نيجي للنقطة المهمة. لما اكتشف الإخوة إن ده أخوهم قالوا له أنت يوسف؟ قال لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال لهم لا تسريب عليكم. بس يعني بص بقى بعدين مضت القصة بقى قعدوا بقى عاشوا سيدنا يعقوب عاش 17 سنة بعد القصة ديت. ولما مات خدوا ودفنوا في فلسطين كان بناء على طلب سيدنا يعقوب. وعاشوا هنا بدأت بقى قصة بني إسرائيل في مصر اللي هم هيجي بقى يمر سنين 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 ويجي سيدنا موسى عليه السلام وياخدهم ويخرج. فمن هنا بدأت قصة بني. لكن هذه هي قصة سيدنا يوسف. في بقى طبعا على جنب كده شوية حواديت مش عندنا لا في كتابنا الكريم ولا فيما ذكر عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ما فيش عندنا حاجة خالص. انتهت قصة سيدنا يوسف بأن هو ترك ملكا لمصر وخلاص يعني حاكم عزيز يعني زي ما تقول رئيس الوزراء كده بس خلاص. لكن الوحيد النبي الوحيد اللي قال له أنا عايز أمشي وألحقني بالصالحين كان سيدنا يوسف. كان عنده 110 سنة وكان زي ما تقول استكفى تمام وشوق اشتاب لأنه هو يطلع فوق. وخلصت قصة سيدنا يوسف؟ لا ما خلصتش بقى في بعض الكتب وفي بعض الروايات. احنا عندنا ان كل ما جاء في كتب اهل الكتاب عموما يعني ممكن نصدق وممكن ما نصدقش بس ما نكذبش. احنا ما لناش علاقة ما دام ما عندناش معلومة تفيد ان ده حصل او ما حصلش فاحنا لا نصدق ولا نكذب. ففي حكايات بقى موجودة بقى يقول لك ايه اصل هو زليخة دي اللي هي رحيل او رعيل او ايا كان اسمها اتجوزته. يا عم اتجوزته؟ قال لك ده هو جوزها بعد قصة سيدنا يوسف دي مات حزنا وكمدا على خيانة زوجته. فالملك جوزهم وخلف ولدين وهو قال لها طب شفتي بقى التخطيط الالهي ايه رايك بقى مش كده احسن من ما كنت بتطلبي؟ دي روايه. وفي روايه تانية يقول لك لا دي زليخه دي كبرت بقى. لان خلي بالك احنا بنتكلم على سيدنا يوسف اتسجن 10 سنين وتربى عندها فتره طويله ان هي ربته. فالمهم ففي سنوات كتير ان هي كانت جوزها مات وهي طردت من القصر بعد القصة ديت وعاشت غلبانة جدا وعجزت وكده وقالت غلبانة. فقالوا لها ما تروح ليوسف يمكن يساعدك ما هو بقى عزيز مصر. فقالت لهم لا ما ينفعش وبتاع لو بيعدي من هنا بروحيله. فراحت وقفت وهو معدي قالت له بصت له كده وقالت له سبحان سبحانه من جعل الملوك بالمعصية عبيد ومن جعل العبيد بالطاعة ملوكا. الله يا سلام شوف العزة. فقال لها أنت هاتيك؟ قالت له أيوة أنا زليخة دمرني حبك فيسأل الله أن يعيد لي شبابي. فيقال أنه ربنا سبحانه وتعالى أعاد لها شبابها واتجوزته وخلفت ولدين. لكن أهي حكايات بستحكي. سيدنا يوسف كان مدفون في مصر وبعدين أخذ برضو إلى مكان كان اشتراه سيدنا إبراهيم عشان يدفن فيه. فدفن فيه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وبناء على وصية سيدنا يعقوب نقلوا سيدنا يوسف من مصر. على فكرة سيدنا يعقوب لما ماتت مصر اهتزت. يقول لك في الروايات إيه؟ أنه لما مات عملوا حزن 7 أيام في الأول
وبعدين قعدوا يعطروه ويحطوا حالي حاجات 40 يوم، وبعدين قعدوا حزانة بقى حزن عام 70 يوم على سيدنا يعقوب. وبعدين استأذن سيدنا يوسف من ملك مصر وخدوا ده إلى المقبرة اللي مدفون فيها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق، وإن شاء الله ربنا يفك أسر فلسطين ونروح نصور فيها، أو أحفادي يروح يصور فيها، أي حد يروح يصور فيها. موجودة المقبرة في فلسطين العزيزة. وسيدنا يوسف يقال إنه كان مدفون في تابوت من مرمر ورموه في المية عشان كانوا خايفين عليه. وبعدين سيدنا موسى عارف وصية سيدنا يوسف، ودي موجودة على فكرة في قصص كتير عن سيدنا موسى في أفلام ومسلسلات وكده، إنه قال لهم لازم أخذ سيدنا يوسف، وفعلا خدوا معاه في رحلته اللي هو ما كملهاش للآخر عشان يوديه في قبر الأربعة الكرام اللي احنا قلنا عليهم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. القصة فيها حكايات كتير ممكن ناخد بالنا منها، انك انت تنتبه انك انت اللي قالته سريخة ده موعظة كبيرة، ان الملوك بقوا عبيد بالمعصية والعبيد بقوا ملوك بالطاعة، مش بالكوسة مش بالحاجات التانية. انه استعصم ازاي انت تبقى قدامك عز وجاه وستات وبتاع وتستعصم. خلي بالك لما تقول لك اصل سيدنا يوسف راى برهان ربه، هو ايه برهان ربه؟ محدش عارف. قالوا لا ده شاف سيدنا يعقوب بيقول لهم، وشاف مش عارف ايه، كل واحد تخيل حاجات. انت ممكن تشوف برهان ربك طبعا، لو عايز تشوفه هتشوفه غصب عن عينك هتشوفه، لان برهان الله سبحانه وتعالى موجود في كل حته، موجود في كل حاجه. فالقصه فيها مواعظ كتير. سيدنا يوسف يبقى ليه عندنا الحكايه دي، انه سيدنا يوسف خلص حياته وهو ما عندناش كتب لسيدنا يوسف، ما عندناش رساله معينه لسيدنا يوسف، زي مثلا سيدنا موسى، زي مثلا سيدنا عيسى، ليهم كتب وليهم رسالات واضحه محدده. ولذلك هو مش من خمسه اولي العزم من الرسل. الخمسه مين؟ سيدنا نوح، ابراهيم، عيسى، موسى، محمد. دول الخمسه اولي العزم من الرسل. سيدنا يوسف مش منهم، لكنه نبي كريم بيقول لنا حاجات كتيره جدا. فعشان ما يجي حد بقى يقول لك ايه خلاصه الحكايه، لما يجي حد يقول لك القران ده بيحكي حكايات يا عم الحاج، قول له لا 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 لا، خليك انت مع الحكايات. ولما يقول لك ده حكايات قصص كده، تقول له لا لا لا، كل حكايه بتسمعها ليها معنى مهم وكبير ودلائل كبيره جدا جدا جدا. عشان حد تاني يقول لك الله كان ممكن ربنا يهدي زليخة دي وما تعملش كل عمليته ده وما تبقاش فيه القصه دي كلها، لا، هي دي الحياه. عشان سنين بتعدي دلوقتي وفاتت وهتيجي، هتقف ناس في مواقف صعبه وتبقى مقهوره وسط كل القهر والظلم، انها تقول لا بس. يمكن ناس كتير من حضراتكم مر على الاباجيد، الاباجيد عند سيدة عائشة كده يعني معروفة جدا، وما خدش باله من المكان دوت. والمكان زي ما قلت لحضراتكم الحجارة بتتحدث بتتكلم فيها حكايات كتير. شوف سيدنا يوسف، لا معاذ الله، إنه ربي. ربي هنا التفسيرات تقول إنه ربي هنا مش الله سبحانه وتعالى، كراجل ربه اللي رباه أحسن مثواي. وبعدين إنه لا يفلح الظالمون أبدا. خد بقى قولا واحدا، قولا واحدا، مهما الدنيا راحت مهما الدنيا جت، بس يعني تتلفت كده لقصة سيدنا يوسف تلاقي انه ايه، هو اتعرض لإثارة شهوة ما عنده. هل هي دي بس الشهوة؟ لا، الشهوة دي كانت مش بس الشهوة المرأة او تسمى بزليخة او اي حاجة، انما دي كان معاها سلطة وكان معاها جاه وكان معاها عز. فخلي بالك الحاجات دي ربنا بيوري لك التجربه دي. ده سيدنا يوسف قال لا معاذ الله، انه وبعدين انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون.
ناس كتير حوالينا بتتعرض للحاجات دي، وتقريبا يعني اذا ما كانش 99 يبقوا 90% بيضعفوا. فالناس دي ما يبقاش قولها سديد ابدا، فما تهتمش بيه. يعني الشهوات في الحياه موجوده كتير قوي والناس بتضعف. انت تشوف برهان ربك اللي هو الحق، برهان الله سبحانه وتعالى هو الحق، والحق ما فيهوش وجهه نظر ولا في معلش وعشان خاطري وكده، الحق حق. فقصة سيدنا يوسف فيها معاني عليه السلام، فيها معاني كثيرة جدا جدا. أنا بحكيها لحضراتكم عشان تلتفت وتبص، عشان إن في ضجيج الحياة وفي اللي دماغك دلوقتي مش معقولة حاجات تاخد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، شوف الله قال لك في قصة سيدنا يوسف اسمع انتبه، أنت أو حضرتك أو حضرتك أنت اللي هتاخد القرار. ولذلك لازم تكون على يقين في الحياة من كل الأشياء المحيطة بيك، عشان لما تتعرض لموقف تعرف تاخد القرار، لأنك أنت عندك يقين بين الحق فين والظلم فين. فالحاجات دي لما تشوشر عليك تبقى أنت باصص كويس. والبصة كويسة دي إيه؟ البصة كويسة تعني ببساطة حسب ما أنا أتصور، وممكن أكون غلطان، البصة كويسة تعني ان انت لما اقول لك كلام اوعى تصدقني، لكن لما اقول لك كذا بناء على كذا بناء على كذا بمعلومات تقوم يبقى فيه مبررات او ما يقنع بالكلام تقوم انت تقتنع. انما الكلام المرسل دوت يعني ما فيش منه رجا ولا في منه فايدة. المشكلة مش في اللي بيقول الكلام المرسل اللي هو مش حقيقي، المشكلة في ان انت لما تبقى دماغك ما فيهاش معلومات قوية بتصدق الكلام ده. لكن لما تكون انت بتفهم دلوقتي خلاص الدنيا كلها قدامك والاخبار كلها قدامك والتفاصيل كلها قدامك، اقرأ وفكر وخلي بالك. لازم انا متصور كده يعني ان الواحد لما يبتدي يفكر لازم يسمع اللي هو واخد قرار عكس قراره. يعني انت ناوي تشرب دي، واحد قال لك لا ما تشربهاش، لازم تقول له ليه وعشان ايه وفيها ايه. يوم يقول لك كذا 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 تقوم تقتنع تقول له مش هشربها، يقول لك اي حاجه تقول له لا انا هشربها انا كلامك ما اقنعنيش. هي دي الحياه. ولك في الحوار في سوره البقره الحوار انه اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. اقرا الحوار ده وتمعن فيه كويس. مش مساله حكايه، مش مساله حكايه. لما هم قالوا لله سبحانه وتعالى هتحط فيها اللي بيدار اللي بيدبح واللي بيعمل، لهم اني اعلم ما وعلم ادم وقال له قل لهم. يعني ربنا حب يبين لهم البراهين وهو غني عن هذا تماما، وهو غني عن ده خالص، ده ملك الكون كله. لكن دي كلها حاجات دروس بنستفيد منها من الكتب المقدسة، كلها فيها أشياء بديعة ومهمة، لكن إذا خدتها على إنها حكايات وحاجات تبقى ما فهمتش المقصود وما وصلكش المعنى اللي هو ممكن يساعدك في حياتك النهاردة وبكرة وبعد بكرة والآخر الدنيا والأجيال اللي جاية واللي جاية واللي جاية واللي جاية. ليه إحنا بنفتكر شعر المتنبي وأبو العلاء المعري ليه؟ ليه بنفتكر أقوال مأثورة للناس رحلوا عن عالمنا من مئات ويمكن آلاف السنين؟ ليه؟ لأنها ما زالت بتمس حياتنا النهاردة. فنعمل بقى فاصل ونلتقل إلى ست أم فتحي، ست طيبة كده. وما تنسوش النهاردة معادنا مع الدكتور العزيز والغالي الدكتور حسام موفي، هيكلمنا عن الصداع والحد يفهم بقى. فاصل. اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى. هنخلي بقى ست ام فتحي ان شاء الله بكره، لان الدكتور حسام موفي شرف
وعايز اقول لكم ان الست ام فتحي في حته اسمها العلوه في اوائل عابدين كده ما بين عابدين وباب الخلق، يعني في ميدان باب الخلق في حته طالعه كده اسمها العلوه، دي حته بتاعتنا يعني. ويمكن حضراتكم يمكن بتسمعوا ان هي بتشتغل ايه دي تستغربوها شويه، بتبيع تلج. اه لسه في ناس بتبيع تلج. فليها قصه لطيفه او الست جميله جدا يعني، نموذج من يحدث لك البهجه كده. النهارده الدكتور حسام هيكلم حضراتكم على الصداع. ايه بقى الصداع؟ لو عايزين حضراتكم تسالوا اي سؤال ابعتوا لنا على بتاع العبقري ده على الفيسبوك، ابعتوا لنا اي سؤال عن انواع الصداع اللي ممكن تعانوا منها. ولانه المشكله مش في الصداع بس، المشكله في ان الناس يجي لها صداع كتير فتبلبع حاجات كتير جدا، والحاجات دي اعتقد ان في منها اجزاء كتيره من الادويه بتبقى في منتهى الخطوره، بتاثر على الكبد وبتاثر على الكلى، فالحاجات دي لازم تتاخد يعني بانتباه. كل حاجه في الدنيا لازم تتاخد بانتباه، لازم تكون منتبه لكل حاجه في الدنيا عشان تبقى عارف انت واقف فين وعايز ايه بالظبط. دكتور حسام موافي بعد الفصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى مع الدكتور العزيز الدكتور استاذ دكتور حسام موافي. اهلا بيك يا دكتور. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. يلا نبدا بقى. بسم الله. دكتور اختار ان يحدثنا عن الصداع. خلي بالكم دائما الافكار المقدمه في الحلقات بتبقى من افكار الدكتور، وده بيسعدني جدا جدا ان هو بيبقى مهتم يقدم لحضراتكم ايه ويشوف ايه المناسب لكن الدكتور شاف تقرير سيدنا يوسف عليه السلام وحابب يعلق، ثم له رأي في ما يتعلق بكلمة القلب والفؤاد في القرآن الكريم. نسمع حضرتك. اسمعوا شوية حساميات حلوة. هو القضية إعمال عقل. نعم. يعني ما أقولش ده اللي أنا قريته ولا واحد قاله ولا حاجة، حتى لو في أي اعتراض من أي رجل من الأفاضل رجال الدين يقول لنا. يعني الدكتور بيقول دايما، وانا كنت قلت لحضراتكم الدكتور حسام لا بيقول فتوى ولا بيفسر خالص، لكن من حق الانسان حين يقرا الكتاب يفكر ان هو يتامل ويفكر في الايه. انا وقفت عندها. سيدنا يوسف عليه السلام بيحكي لابوه عليه السلام حلم مظبوط، ابوه جاوبه بعكس المنطق، ده اللي وقفني. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. لا، المفروض يقول له لا تقصص رؤياك على احد. اه انا لما ابني يجي يقول لي حلم عجيب زي ده اقول له يا ابني ما تقولش الحلم ده لحد. ليه قال له كده؟ ده اللي قعدت افكر فيه. دايما في خناقه كبيره جدا استاذ محمود بشخصيتي، هل هي موروثه ام مكتسبه؟ المجتمع اداني شخصيتي حسام موافي ده ناتج المجتمع ولا هي جينات وانا طلعت بيها؟ تمام، سؤالك وجيه يعني، انت بتساله لنفسك واسمع بقى. انا سالته لنفسي. تمام. قلت طيب ما انا واخويا في بيت واحد، ام واحده، واب واحد، واكل واحد، وبيئه واحده، ومدرسه واحده، بيئه كامله للشارع يعني والسكن وكده، ومدرسه واحده، وهو حاجه وانا حاجه، مختلفين تماما. ده انا بكلمك على اخويا. مظبوط. حضرتك لو ليك اخ هتلاقيه مش زيك. انا خدت جينات عمامي وهو خد جينات خلاني، فطلع هو حاجة وانا حاجة. فده اللي خلاني أفكر أن الجينات بتلعب دور كبير جدا في تحديد ملامح البني آدم اللي أنا بتعامل معاه. تمام. قعدت الفكرة دي بقى لها بس خمسة. عايز توضيح من حضرتك، أنت قلت هو خد جينات خلاني، جينات خلانه، وأنا خدت عمامي. أنت في الآخر واخد نصك من الأب ونصك من الأم. برافو. بس إيه مين الدومينانت؟ مين الجين القوي؟ بيبقى ايه سببه بقى الجين؟ في جين دايما بس نشرح للناس يبقوا معانا. في جين هو اللي يأثر يعني طريقه وراثيه، يعني الواحد فيه 50 من الاب و50 من الام. صح. لكن مش كل الجينات دي بتشتغل وتكون الشخصيه. صح. ممكن تبقى جينات من طرف الام او جينات من طرف اكثر اقوى من طرف الاب. تمام تمام تمام. فالفكره دي بقى لي 25 سنه قاعد اقلبها، وجبت من القران شويه ايات ايه تخليني أقرب للفكرة أن الجينات لها قوة، لأن في رجال علم الاجتماع بيقولك لا، المجتمع بيدي كل حاجة. يعني أنا بطلع حرامي المجتمع اللي هيطلعني حرامي،
انا بقول لا، انا بطلع بتقول لا؟ اه طب كويس. هتشرح لنا بقى الكلام ده، هنروح في سكه ثانيه واضح يعني كده. الناس بيقولوا لا، المجتمع هو اللي طلعك كده. انا بقول لا، الجينات اللي طلع. حتى واحد كان صديقي رحمه الله عليه قال لي كلمه جميله جدا، قال له ما هتحاسب ليه؟ مظبوط، لما ربنا عامل سؤال وجيه. هقول لك انا الاجابه الجميله من فضلك. اقول له انت عندك جين وجين، قابيل وهابيل. تمام، هنفترض ان خدنا جينات وجينات. ستدخل الجنة بقدر محاربتك للجينات السيئة. أنا واخد جين سيء وما عملتش هذا السوء، أنا كبير قوي عند ربنا. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة بدر قال لهم عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل ما الجهاد الأكبر؟ جهاد النفس. نفس. لو كان أياميها جينات كان قال جهاد الجينات. ما هو جهاد النفس يا أستاذ محمود؟ ما هو جهاد النفس؟ الشهوات الحياه. برافو عليك، دي جهاد. انما الجينات دي كمان. طب ما في واحد ما عندوش شهوه سيحاسب زي واحد عنده شهوه ومنحها؟ هل تعلم حضرتك دلوقتي ان في ابحاث كثيره جدا في امريكا يقول لك ان المدمن ده جين؟ ابحاث كثيره جدا. هات هيروين اديه ل 100 واحد هيعلق معاها شويه صغيرين 7-8 والباقي لا، يقول لك ايه القرف ده؟ ده دوخني. كلام الحقيقه مثير جدا يعني. فنيجي بقى لسيدنا يعني يوسف نرجع له. لا لا، خلينا في الجينات دي شويه عشان ما نلخبطش الناس. عشان سيدنا يوسف الجينات اللي في البني ادم فيها اجرام وفيها فساد من الاب، من عيله الاب، من عمامه، من اصلا بتبقى حاجات جد حلوه من عيله الام. كويس، اني جين اللي غلب؟ هو غلب ولا انا صعدته؟ لا، هو في جين سائد وفي جين متنحي. كويس، ده في الصفات كلها. تمام، اللون البشر انا واخد. لا لا، ده ما امور ما لناش دعوه بيها، بنتكلم على السلوك. ما السلوك انا ايه دخل الجينات في السلوك؟ السلوك انا رايي كده، انا رايي اللي هو ايه؟ ان سلوكك جينيه، يبقى انا مش مسؤول عنه. لا، مسؤول. استسلمت له يعني. ايوه. طب يبقى دي ضفها معركة تانية غير معركة الشيطان والبتاع. خليها الحلقة الجاية. يعني دي بقى عندك معركة تانية، انك انت لو عندك جينات يعني سيئة تحاربها. هذا امر جلل. تعال بقى بص على سيدنا يوسف، احنا سيبناه عليه السلام بيحكي لابوه الحلم، فقال له لا تقرؤ رؤيتك على اخواتك. ليه؟ فيكيدوا لك كيف؟ كلهم واخدين جين تفسير الاحلام، هم اللي هيفهموا الحلم. لو اي حد قال للتاني شفت الشمس والقمر بيسجدوا لي والنجوم، مش هيهتم، انما هم هيفهموا. سيدنا يوسف فسر في السجن. مظبوط، وفسر احلام. ده سيدنا يوسف بس. اخواته ما ظهرش ليهم حاجه زي كده، بس اخواته عندهم الجين واخدين. ربما ابوه خاف عليه من اخواته فقط، لان عارف ان هيفهموا الحلم ده كويس جدا. يقال ان سيدنا يعقوب كان بيفسر احلام. يقال هذا. السيدة مريم لما جت شايلة سيدنا عيسى وفهموا غلط الناس، قالوا لها ايه؟ يا اخت هارون، ما كان ابوك مرأة وما كانت امك بغية. يعني الثلاثة اللي بتورثي منهم. سيدنا نوح، انك انتظرهم لن يلدوا الا فاجر. يعني الوراثة بس عايزة دراسة، وعايزة الاف من الحالات نشوفها ونتابعها عشان نقدر نقرر حاجة زي كده. طبعا رجال المجتمع بيقول لك بيأثروا. طبعا طبعا، لما واحد تاخده تحطه في بيئه، انما انا بشوفه بقى في عيادتي اللي بتحطه في بيئه سيئه جدا جدا وهو صالح بيفضل صالح ويصلح البيئه السيئه. بيحصل. كل حاجه موجوده. طبعا طبعا، يعني هي قضيه كبيره. طيب يعني دي قضيه في منتهى مش شائكه، كلها شوك وعايزه يعني حلقات كبيره، لكن حتة حسامية بس نفجر التفكير. طيب يعني ماذا عن القلب والفؤاد؟ كنت بحج السنة دي وكان معايا واحد، قعدنا نتكلم، يقول لي القلب والفؤاد، وبعدين في آية احنا بنتكلم والراجل راح قاريها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. حلو، ربنا قال إن البصر ما قالش إن العين، وإن السمع ما قالش إن الأذن، وقال الفؤاد ما قالش القلب. يبقى الفؤاد هي وظيفة القلب، هي الأحاسيس. يعني ما نتكلم على فؤاد بنتكلم على أحاسيس، قلب نتكلم على عضو. زي بالظبط البصر ما قالش العين، السمع ما قالش الودن، فكذلك القلب ده عضو، لكن ما هو الفؤاد؟ هو الأحاسيس. وكان فؤاد أم موسى
فارغة لولا أن ربطنا على قلبها. مشاعرها كانت بترمي ابنها في المية لولا أن ربنا راح واخد العضو ده بقى المسؤول عن الأحاسيس وعمل فيه حاجة. والله أعلم. تمام تمام. نرجع بقى للصداع. أولا حضرتك ليه اخترت الموضوع ده؟ لأنه لما حضرتك تجيب كتاب أي كتاب أمراض بطن، أي كتاب، إحنا عندنا مثلا 12 كتاب أمراض بطن قريناهم، أقل كتاب مثلا 2000 صفحة، تلاقي مثلا صداع يعني هدك. يقول لك هقولها كده وترجمها. طيب. It is the most common complaint in the people. في كل الناس. هو أشهر شكوى. يعني لما أجيب من الشارع 5 بيشتكوا. يطلع 3 منهم مصدعين. لما أجيب 100 يطلع 70 منهم مصدعين. طب اللي بينهج أقل. طب اللي رجله بتوجعه أقل. الصداع. يعني من أشهر الأمراض. أشهر مش من. هو أشهر شكوى بين الناس. ولذلك يستحق نقف عنده. تمام. يستحق فعلا. طيب تحب نبدأ بقى نتكلم بي الصداع؟ أولا نقول تعريفه. تمام. ما هو تعريف الصداع؟ هو ألم، هو ألم في الرأس بشرط أن يكون فوق مستوى الحواجب. يعني الألم فوق الحواجب، يعني لو جالي ألم هنا أنا مش مصدع. لو جالي ألم هنا أنا مش مصدع. بس ده ممكن يجيب لي صداع. ممكن أو هقول اللي هو بالصداع. أنواعه بقى. تمام تمام. إنما الصداع هو ألم فوق الحواجب. المنطقة دي هو ده الايه الصداع. ده الصداع العام غير الصداع النصفي، ليه قصة تانية. لا ما هو ده هنقول ده الصداع العام. اي تعريف الصداع. ما هو الصداع يا ابني في بكالوريوس؟ هو ألم فوق مستوى الحاجب. مستوى الحاجب في جميع الرأس؟ في جميع الرأس، يعني ممكن امام وخلفا جنبه كله. يعني لو عندي هنا كده ده يبقى ده صداع. تمام. تمام. ده التعريف المبدئي للصداع المعتاد والشهير. النوع العنوان الثاني أسباب الصداع. تمام. لا يمكن أقدر أكلم عيان عن صداع وأنا مش الليستة مش في مخي. يعني عيان جاي بيقول لي يا دكتور أنا مصدع، الليستة في مخي، هسأله تك 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 اطمن، تك 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 روح اعمل أشعة رنين مغناطيسي، تك تك روح على الجراح. فلازم أبقى واعي يعني. جدا بأسباب الصداع. تمام. السبب الأول الصداع اللي هو خبطة، دي من اخطر الاسباب؟ مش قوي، مش قوي. الخبطه نوعين، هقول لحضرتك امتى الخطر وامتى مش خطر. عندنا صداع الخبطه نوعين مش نوع واحد. نوع ايميديت في الحال، انا اخدت حديده خبطت دماغي جزء على طول مصدع، وفي بعد 5-6 ساعات من الخبطه. من الخبطه الاخطر اللي من 5-6 ساعات ده يبقى في نزيف هو اللي عمل المشكله. لان الخبطه الحاليه انا لما اتخبط مثلا واحد داخل العربيه وغصب، بتحصل كل يوم اتخبط في في طبعا طبعا مثلا حد منكد عليه كتير فدخل اتخبط. واحد قال لي حكمه جميله جدا، بيقول لي اذا رايت رجل يفتح السياره لزوجته فاعلم ان احدهما جديد. ايوه صح. العربيه يا ست. فهو دخل العربيه يعني بعتذر التعبير بس دي ده افيه يعني. فهو دخل العربيه اتخبط مصدع قوي مثلا 10 دقايق صداع وراح. ده حصل من ايه؟ في عضله هنا بتنقبض. لما تنقبض العضله بتألم، واحنا متفقين الم في المنطقه دي يساوي صداع. ده الاميديت. التاني بقى بعد شويه كان حمل تجمع دموي، خد وقت وقت 3-4-5 ساعات صدع بعد الخبط. دي اللي بننبه عليها دكاتره الاستقبال. لما يجي واحد مخبوط بعربيه فيك بتشكي من حاجه؟ لا سيبه تحت الملاحظه. طبعا اوعى يمشي، ممكن يكون الدماغ فيها حاجه، في حاجه او بطنه في اي حاجه. فده يتحط تحت الملاحظه. ده النوع الثاني من الصداع ما دام اتخبط يعني او اترجى او اي حاجه بشكل خبطه بسيط. كوره كوره طبعا 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 طبعا. اهلي غلب الزمالك تهلاوي طبعا. فلو اتخبط في العارضه، ودي شفناها كتير جدا واحنا بنلعب طبعًا. زمان واحد مش حريف قوي وطلع نط بتحصل في الكوره كل حاجه، اتخبط في العارضه ممكن يصدع في الحال او بعد شويه. اللي بعد شويه ده خطر جدا. لازم يعمل اشعه مقطعيه ولازم يشوف فيه تجمع دموي ولا لا. تمام. ده النوع الاول. تمام. النوع الثاني، النوع الثاني مريض ضغطه عالي. الضغط العالي احد مظاهر فيه الصداع.
تقول لي طب كل اللي ضغطهم عالي صدعوا؟ أقول لك لا، ده اللي بيصدعوا ده نعمة. بس اللي بيصدع ده نعمة مش كده؟ طبعا. هقول لحضرتك حاجة، لا أنا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، أي شكوى نعمة من عند ربنا. صحيح. المغص بيقول لك في حاجة، بيقول لك في حاجة. ألم الصدر عندك ذبحة، واحد عينه بتزغلل يلحق. فالصداع مش شرط ان الضغط العالي يصدع، يعني كثيرا من المرضى بنكتشف ان ضغطه عالي بتشتكي ده وانا بكشف. مفيش حاجه، ما هو في ثلاث حاجات روتينيه وانا بكشف عليه، النبض والضغط والحراره. فبشوف الضغط لقيته عالي، حضرتك بتشتكي من حاجه؟ لا. طب حضرتك عندك بتاخد علاج ضغط؟ لا. فما تقولوش. انا خلاص انا بخاف اقول له ان ضغطك عالي ليه، قد يكون في حاله انفعال وضغطه مؤقتا عالي. وانا هقول لحضرتك بحث انا عملته مهم جدا، شفت ضغط الطلبه، طلبه قبل الامتحان وبعد واثناء الامتحان. وبعد طبعا بيتغير، بيطلع عالي جدا اثناء طبعًا الامتحان طبعا. فجايز هو في العياده شاف البلطو الابيض بيتخض طبعا، فده نمسك نفسنا. انما معظم اللي عنده ضغط ما عندوش صداع خلاص. طب جه صداع الصداع بتاع الضغط مميز في القفا، في قفاه يعني، دايما ماسك راسه كده او امام اذنه في الحته دي، ده بتاع الضغط، ده بتاع الضغط غالبيته يعني، مش غالبا يعني غالباً. هنا يا هنا يا في القفا، يا في القفا، في القفا فوق القفا شويه يعني، مش في القفا بالظبط لكن هناك مريض ضغط عنده صداع، يعني انا مسميه صداع المجرم، لان الشعب الوحيد، وخلي بالك من الوحيد، اللي بيلعب في الجرعه ويغير الدواء هو الشعب المصري. الوحيد اللي بيلعب في الجرعه ويغير الدواء. ففي صداع تاني بيجي هنا ام الراس، حتى هو يعمل ايده كده يقول لك عندي صداع عنيف جدا، هذا الصداع نفسي، وبيجي بعد ما العيان يعرف ان عنده ضغط. هو ما كانش عنده، ما يجيله ضغط، عندك ضغط، ضاع دماغي بقى، يبتدي دماغه يروح مغير الجرعه، ده الدكتور كاتب له قرص خليه يوم اتنين عشان الصداع. هذا الصداع اللي هنا ده صداع نفسي. كان زمان بقى، دلوقتي بيقول لك بدل ما ياخد حبايه كل يوم بياخد حبايه يوم ويوم. الدواء غلي يا دكتور الدواء غلي والله. الناس بتشتري بتاخد بدل الشريطين بتاخد شريط، بس انا اقول لحضرتك حاجه حقا الحق، يعني عدد المؤمن عليهم عالي جدا، يعني انا عندي في العياده اللي بيشتروا الدواء عدد قليل قوي، اللي هو بيشتكي ان الدواء غالي، فيه طبعا ادويه غاليه جدا جدا وهو محتاجها جدا، لكن التامين مغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني حتى يقول لي اكتب اسمي على الروشتة ومش عارف ايه والكلام ده كله، لاني هصرفه من التامين. ففي الشركات موظفين حتت كتيره جدا، يعني اكتر من مثلا ثلاث ارباع الناس بياخد الدواء. انا ما اقدرش اناقشك في حاجه تخص مهنتك يعني، ما لا لا ده انا مش شايفها، ده شهاده، مش بطبل لحد، لا 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 العفو دكتور العفو، لا العفو يعني. شهاده حق يعني. فادي الصداع الثاني المجرم ليه؟ انا بنبل عن له، لا سمحت صدعت، روح للدكتور بتاعك هيقيس لك الضغط، يقول لك لا ضغطك طبيعي. طب والصداع ده؟ ده نفسي. صداع نفسي ده اللي هو من فوق، ده اللي من فوق هنا، اللي بتاع الضغط من هنا وفي القفا، فوق القفا القفا شويه. هي القفا دي كلمه عيب ده ابو عزيز؟ لا ازاي، اصل الناس بتاخد قفا دي كلمه عيب، والقفا ده جزء من الجسم يعني، اصل بيحصل عليه حاجات مش كويسه ساعات مباشره وغير مباشره يعني ياما الواحد يبقى قاعد في بيته كده ويحس ان هو اتاخد قفا من غير ما من غير ما يبقى في حد معاك خالص، بس وانت لوحدك كده. عارف اكتر حاجه تخلي الواحد يتحصر دلوقتي؟ الاكتئاب. الاكتئاب قل عن الضغط كمان، الاكتئاب عدد الناس اللي بتكتئب لاسباب لا تستحق. لا تستحق. لا تستحق. يعني راجل عنده كل حاجه ومبسوط كل حاجه ومكتئب. مكتئب دي بتضايقني جدا، حتى انا ساعات طبعا في اكتئاب محتاج دكتور نفسي. مش عايز اناقشه يعني. لكن في البسيط اللي لسه بيروح شغله بس متضايق. معلش انا عايز اقف عند التعبير عنده كل حاجه دي عشان توضحها للساده المشاهدين. ايوه، هو اصله اللي عنده كل حاجه دي لازم هو يكون اول واحد مقتنع وراضي باللي عنده عشان يبقى عنده كل حاجه. برافو عليك. انما كل حاجه دي هدي بقى اللي وجهه نظر مفتوحه. مش يعني تخيل بقى اللي عنده كل انا فلان عنده كل حاجه وهو يطلع ما عندوش كل الحاجات المهمه. اللي عنده كل حاجه ده هو العرضه للاكتئاب اكتر.
يعني انا بيجي لي مثلا ست من الارياف لا تقرا ولا تكتب، نادرا جدا جدا لما الاقي واحده من دول مكتئبه عندها مشاكلها اللي تلهيه اكتئاب في مصر ولا في السويد ولا في امريكا، لا بره الانتحار بره اكتر من هنا كتير جدا. صحيح. فالاكتئاب يجي الواحد مرتاح جدا جدا، مش واحد ناقصه حاجه. انا اخترعت كلمه يا استاذ محمود كده بس مكيفاني جدا، ده بقولها لنا حساميه برضه. تيجي لي ست بقى محجبه وساعات منتقبه وراجل ملتحي وبتاع تمام ومكتئب، قال له بص يا مولانا انت اسلمت طبعا مش خطفيه كده انت اسلمت بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتعمل عمره وكل حاجه بس لسه ما امنتش. يوم يزعل بقى يقول له ليه؟ ما هو ربنا قالها للاعراب، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولا وفي سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فنتكلم على الإيمان أيا كان دينك، المهم أن أنت تكون مؤمن وعندك عقيدتك ثابتة، ربنا دخل في قلبك يعني مظبوط. ده لا يمكن يكتئب، لا يمكن. ولذلك كلنا لسه بدري علينا، مش بعفي نفسي خالص، لكن كلنا بدري علينا ان ربنا يخش في قلبنا زي ناس كتير جدا تلاقي رامي الدنيا كلها. صحيح. والابتسامة لا تفارق فمه خالص وراضي. فالصداع النفسي ده نفسي. يبقى دي خدنا اول صداع الاول الخبطة، تاني حاجة الضغط، تالت حاجة حاجة جوه النافوخ. يا ساتر يا رب. فنبدأ بأسهل حاجة جوه النافوخ، على الضغط النافوخ. ما هو النافوخ ده له ضغط زي ضغط الدم بالظبط تمام ويقاس. فهتكلم على اللي يعلي ضغط النافوخ ايه؟ دم. واحد جاله نزيف في المخ لا قدر الله، نزيف حول المخ لا قدر الله، نزيف تحت حاجه اسمها الملتحمه بين العظم وبين المخ، ادي ثلاثه. ادي ثلاث انواع نزيف تخلي العيان صداع غير عادي. ده يعني ربنا يعافيكم جميعا طبعا. او ورم، ما هو حاجة حشرتها المخ مساحة محدودة جدا جدا، وربنا عمل الجمجمة عشان مش عارف ثلاثة. لا لو بهزر معاك انا وبعمل لك كده، لو مفيش جمجمة هدوس في المخ ده. المخ ده معمول له حصن فربنا عمل له حصن جميل جدا. الحصن ده لانه مادة هلامية فبقى العظم ده محدود. حضرتك عندك فوتبول منفوخة لاخرها وعايز تحط فيها حاجة، فيبقى الصداع حتى العيان يقول لك مخي هيفرقع زي بالظبط ده اورام المخ، نزيف المخ، او التهابات، التهاب في الغشاء المغلف المخ او في المخ نفسه، كل ده بيعلي الضغط. طيب ده نوع من انواع الصداع اللي هو مرضي عنيف، هو مرض عنيف. لكن هنقول الناس ما تخافش منه ليه؟ الصداع ده مصحوب بقيء وزغلله عينين، اللي بيجي اللي ليه اسباب دي كلها، اللي هم اللي زيادة ضغط المخ، يكون في حاجة في المخ فيها مشكلة، زيادة ضغط المخ، حاجة ضايقت الصداع المخ. بس صداع مع قيء مع زغلال، مع زغلالة عينين. والقيء مش أي قيء يعني، مش أي، لا ده قيء لا علاقة له بالأكل. عشان ما يقول أنا تقلت وطرشت أنا عندي حاجة في مخي، يقول له لا متأسف، ده اللي بتاع المخ ده بيطرش من غير أكل. ده نزل عرار عصارة المعدة ده الصبح لو فاضية المعدة الصبح، قيء شديد جدا لا علاقة له بأكل. لا والألذ من كده، أي قيء في الدنيا قبليه غممان نفس طبعا، رئة الجري ده لا، ده لا القيء يروح طالع فجأة دون إنذار. فمحدش يقلق بيقولك أصلا أنا مصدع يبقى أنا عندي ورم في المخ، لا لازم تكون آية بالطريقة اللي قلتها، معلومة مهمة بقى، ولازم عينك تزغلل بالطريقة اللي قلتها لازم لازم، دي مقدسه يعني. ما دي حضرتك اللي بقول لك لما العين يقعد قدامك، لما العيان يقعد قدامك تبتدي تساله. يعني لو اول ما اقول لك مثلا ما فيش ترجيع، ما فيش ما برجعش انا، مش هو مش فاهم انت بقى. هو مش فاهم انا بسال ليه. وما تخليش الاسئله من الكتاب ورا بعض كده يعني، اضحك معاه شويه ومش عارف، خد بق ميه وعينيك مزغلله. ممكن جدا في عيان بيحب يبقى عيان، العيان المكتئب يحب يلاقي سبب يا عيني، يبقى غصب عنه لا. عايز يلاقي سبب غير انه مفيش سبب. يعني حضرتك ساعات تسال العيان تقول له معقول انت انسان نفسيا سليم؟ يقول لك ليه؟
مش عارفين. اقول له في حد يزعل؟ اما اقول له انت كويس؟ يقول انا ما زعلتش. قلت له انت زعلت؟ بقول لك ما فيكش حاجه، انت زي الفل. زعلت عشان هو تعبان؟ لا، هو نفسيا تعبان. ما عشان تعبان. ايوه. يعني هو انت لما تقول له ما فيكش حاجه وهو متضايق مخنوق. ما هو مخنوق دي بقى اللي عايزين نشيلها. ما ده مرض يا دكتور. هو الاكتئاب مرض يعني. بقول لحضرتك ده عايز قعده نعملها ان شاء الله. لا، هي مش شغلتي انا اجيب لك واحد. احنا عندنا دكتور عمرو يسري، دكتور شاطر جدا جدا يعني. ممكن نبقى نعمل اكتئاب خمس حلقات في الاكتئاب، بس احنا ما بنحبش ندوس على الناس على الحاجات كده عشان ما يبقاش. طيب، يبقى احنا عندنا ثلاث اسباب. في سبب رابع كتير لسه ما قلناش حاجه. طب لسه الرابع بعد الفاصل ان شاء الله. بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اهلا بيك يا دكتور مره ثانيه. تشرفنا. طب ما دام بنبتدي بقى اقول لك حاجه كنت ناسيها. لما الرسول عليه الصلاه والسلام هو لا ينطق عن الهوى طبعا، بيقول تخيروا لطفكم فان العرق دساس. قصده ايه؟ جيني ثاني. طبعا. طبعا. ده حديث جيني بحت. تخيروا لطفكم فان العرق دساس. هتقول لي ايه؟ خلي بالك الاب والام والجد وبتاع. انا ما اقدرش اقول لك حاجه، بس انا اصلي يعني دي مسائل خاصه بيا انا، يعني انما الراي اللي بتقول لك حضرتك راي معتبر، يعني ده راي معتبر. بس انا ما بحبش دخول على فكره. انا مش متعصب. لا لا، انا مش مستعد اسمع لل. انا ما بحبش حكايه الاعجاز العلمي في القران، ما بحبهاش. انا ما قلتش اعجاز علمي. ده اعجاز. لا لا خالص. لانه لما يبقى سيدنا محمد بيشاور على الجينات في الحديث يبقى تكلم، لانه العلم متغير لكن الدين لا. طب فبس الحته دي بسيبها، دي حاجه خاصه بينا مش يعني. انما الحديث اللي بتروح حضرتك يوحي بذات القطع طبعا. ولا الحديث مش صح؟ لا، حديث صحيح. لا، الحديث على ما اعتقد الحديث ده اعتقد من احاديث صحيحه. فان العرق على فكره ما حضرتك تاخد السنه صحيح. ما انا بنطلع شبه ابهاتنا وامهاتنا وبنطلع في يعني واخدين منهم حاجات كتير طبعا. صح طبعا. لا، والاخين في البيت مش زي بعض. لا طبعا مش زي بعض، لان الجينات ده مش زي الجينات ده ما عدا التوأم. هي المفروض زي بعض فندم. المفروض انا مش جيناتي زي جينات اخويا. لا طبعا، لا طبعا. مش انا اخد من ابويا واخد من امي. لا لا، بس ترتيبها وحركتها وده سائد وده متناحي. مش متبحر في عالم الجينات ده، عالم مخيف الحقيقه. بس اقول لك بس شهاده حق، يعني انا قريت في السنه كتير جدا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كلام كانه استاذ كليه الطب. اقسم بالله العظيم. اذا نودي للصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون. ما تجريش وانت رايح تصلي. طبعا ده لها اساس علمي خطير جدا. نبقى نقوله بقى مره ثانيه. حضرتك قلت مره قبل كده. الضغط بيعلى ولو وطى وكده. لا لا، وما بقاش فيه يعني. على فكره ما بتكلمش، انا ضد فكره الاعجاز العلمي القران. لان القران انت معايا في الفكره طبعا. تمام. القران ملوش تفسير. تمام خالص. تمام. كل جيل هيفسره. فانا بفسره بعلمي. هيجي اللي بعد كده يتريق عليا. انا مش بقول حتى بنسميه تفسير، بنقول دي رؤى. رؤيه رؤيه. ومن حق اي انسان الكتاب القران الكريم للناس كلها. في ناس زودتها انك ترى فيه كما ترى، فيه كما ترى يعني. ما فيش في ناس زودتها في حكايه ياخد ايه ويقول دي علميا مش عارف ايه، وناس بيجي لي على الفيس كلام كله غلط في غلط. فبيدوا ناس تانية فرصه انهم يهاجموا هذا التفسير وكده. لا، القران مش للعب. لكن انا فسرت ايه علميه. هيجي لو الميه مكونه من 2 هيدروجين و1 اكسجين خلاص ثبت. لا، افرض ان في ما يوحي انك الكلمه دي صح، بعد 100 سنه هيلاقوا ميه تانية متركبه تركيبه مش هيلاقوا، مش هيتريقوا عليا، هيقول لا ده فسرها بعصره بالظبط. زي انا الصحابه فهموا القرآن بطريقة مختلفة تماما. احنا فاهمينه بطريقة مختلفة تماما. وادي عظمة القرآن. صحيح. صحيح. معلش انا استسمح حضرتك نقف عند الثلاث عناوين ديت اللي هي الخبطة ونشوف الأسئلة والضغط والنفوخ. النفوخ زيادة ضغط النفوخ لا قدر الله يبقى في مشاكل في المخ يعني. لأن في أسئلة متنوعة. انجي بتقول ممكن أعرف كيف يسبب النظر صداع؟ يس طبعا، ده سؤال جميل. ازاي؟ هي بتسأل ازاي؟
دلوقتي طبعا دي الدكتور رمط هيجاوب احسن مني، ولكن حضرتك لو عندك ضعف نظر بتحاول تزر على مظبوط انا كده تصدع مسترين على العضله. طيب سمعتي بقى يا استاذه انجي كيف يسبب النظر صداع؟ طب لو ما عندوش ضعف نظر بيشوف كويس؟ لا يمكن يجي صدع اذا كان بيشوف كويس، لازم يكون من اللي بيعمله كده زي حالتك. استاذ شريف، سبب صداع حاد ومستمر 24 ساعه في الجهه اليسرى. طمن. وتحديدا فوق الاذن. اطمن اطمن يا شريف. اطمن ده طب يعمل فيه ايه ده 24 ساعه؟ ما هو ده اللي هو المجرين اللي هتكلم عليه بعد شويه. النصفي. النصفي ده ليه اكتر من سؤال على فكره. طب يبقى نحط قدامنا الصداع النصفي، بس هو الظاهر مش عارف انه نصفي. عن صداع بيحصل لي احيانا وعلى فتره متقطعه، حيث ان هذا الصداع يبدا وفجاه باضطراب في العين واحساس بالزغلله والدوار، ثم يرس ضعف مكتوب في الجبهة ويجي صداع هنا وبيصحي من النوم. طب ده يكشف. الثانية أن تلجأ إلى القيء. ده في قيء ده لازم حضرتك بقى حرك، لازم تعرض نفسك على طبيب. محمد علي. محمد علي ثاني. هو اسمه محمد علي محمود بقى. محمد علي محمد. عندي صداع من أكتر من 20 سنة. يا ساتر اطمن. دي منى. اطمني. اطمني يا منى. 20 سنه ده يبقى نفسي بحت. بتقول عندها انيميا. الانيميا تعمل صداع، بس هي تصلح الانيميا الاول وبعدين نتكلم. وحد قال لها في يمكن يبقى نصفي او عنقودي. في حاجه اسمها الصداع العنقودي. ده ايه ده دكتور؟ كلاستر حضرتك هتكلم عليه. اشهر. يبقى احنا هنتكلم عن النصفي والعنقودي. العنقودي ده غير النصفي؟ هو ولاد عم. تقريبا ولاد عم. اشهر سبب، خلي بالكم اللي هقوله، اشهر سبب يعمل صداع في الستات حبوب منع الحمل. اشهر سبب يعمل صداع عند الستات. صداع عنيف تعيش مصدعه حبوب منع الحمل. هتقول لي طيب في ناس بتاخدها مصدعش الحبوب تحديدا يعني. ده المانع الطبي. لا الحبوب مش اللولب. مش حبوب منع الحمل احد الاسباب القويه جدا للصداع، ولا اكثر من ميكانيزم يعني بتاع. في حد بيسال على برضو على الصداع النصفي. هو وجع الراس بسبب ارتفاع الكوليسترول. تحياتنا لك يا استاذ. الكوليسترول له علاقه بالصداع؟ خالص ملوش علاقه خالص. دي اسئله مهمه عشان ممكن ناس تانية تكون برضو عندها نفس السؤال بتاع الكوليسترول ده. انا هقول له حاجه جميله جدا يعني. ساعات يجي لي ناس كتير دي بتاعت حنان دي. السؤال اقول له عندك شغال في البيت حرامي؟ يقول لي اعوذ بالله. اقول له افترض عندك واحد بيشتغل في بيتك حرام كويس، لو حاجه نقصت يبقى مين اللي خدها؟ هو. مش شرط طبعا، هي دي القضيه. احتمال بس. احتمال. مش شرط. انت عندك كوليسترول عالي، كل حاجه هتجيلك هتلزقها في الحرامي ده. بس هو جايز بريء الكوليسترول من حاجات كتيره جدا. فزي واحد يقول لي مثلا عندي قولون وابتدى صدري يوجعني عشان مش ايوه انت عندك قولون بس مش هو السبب. انت عندك مش سبب العالم حرامي بس مش هو اللي سارق. بالظبط بالظبط. صداع بيجي واحد غلس بقى في العيد، هو عندي غلسين. امال مين يعني اللي سرق؟ مراتي. ده خدها جد. خدها جد. تكلمنا عن الصداع، حضرتك تكلمنا عن الصداع اللي بيجي اثناء النوم. في حاجة اسمها أثناء النوم؟ يعني يصحى بصداع. يصحى بصداع. إيه ده؟ يكشف. ده خطر. يكشف. مش خطر يعني، يعني ده علاج وكشف. في حد نسمة بتقول إنه حد بيصدع من الصوت العالي، الهواء يكون شديد، مع مصاحب خمول. لا ده نفسي بحت ده. بتقول باخد حبوب 50. ايه حبوب 50 دي؟ مش عارف حبوب 50 ما خدتهاش. طيب ميرفت بتقول اعاني من صداع نصفي ما يقرب من 70 سنة. 70 سنة. خلاص هي سنها كم سنة يعني؟ يعني خلاص يعني. وبتاخد مسكنات تعمل ايه؟ ما تهيألي خليها على المسكنات يعني. انا ساعات لا انا حضرتك دي 70 سنة بتقول ما يقرب من 70 سنة. في سن 70 المسكنات خطر جدا، لان طبيعي في سن 70 وظائف الكلى الاجهزه بتتعب بتنزل حته.
هرهقها بادويه ابقى ماليش حق. طب تعمل ايه انت؟ صداع؟ الصداع ده اصله مرض صداع في غباوه، له حلول امنه كتير جدا برضو. عايز هنتكلم بقى على الادويه اللي ممكن تساعد على الصداع ان شاء الله. في بتقول عندها 23 سنة وعندي وجع زي صداع في راسي كده من الخلف جنب الودن بشوية، زي حاجة بتخبط في راسي. أحد كده أسباب الصداع اللي هقول عليها فساد الفقرات العنقية. دي بتقول لك زي، بتقول حضرتك زي ما هتكون حاجة بتخبط في راسي. الفقرة الخامسة والستة ساعات لما يبقى فيهم مشكلة بيدونا صداع شديد جدا. هو فعلا حد حولها المخ وأعصاب. يبقى ده ممكن، يبقى ممكن تبقى الأعصاب. صداع ملازم للحركة، بمعنى انه بيزداد مع الحركة، يقيس الضغط. وبعدين بتقول بالركوع او سجود تقيس الضغط. تقيس الضغط ممكن. تمام، مع الحركة الضغط بيعلى شوية. طيب نكمل بقى، يعني احنا قلنا شوية عينات من الاسئلة مش هنقدر ناخدها كلها عشان بس نكمل مع الدكتور. الصداع اهو وانواعه اهي. كيف يتعامل الانسان مع الصداع؟ قلنا الصداع اللي هو جاي من نافوخ ده على الدكتور على عدل. احنا قلنا اللي اتخبط واللي ضغطه عالي واللي عنده لا قدر الله شيء داخل الجمجمه ده يروح للدكتور. انما انا بقى صداع زي الحالات اللي بنشوفها دي، ودي بقى بتجي لك العياده زي الميجرين النصفي. الصداع النصفي الميجرين ده يعني اقول لحضرتك شبه ملوش حل. ملوش حل. احنا لو عرفنا سببه نحله. هو ماده بتطلع في الجهاز العصبي تخلي الشريان يقفل، شريان المخ. يوم العيان يحس ان الصداع هيجي. دي اهم حاجه في الميجرين، لان كتير جدا ما بيفرقوش بين الميجرين اللي هو الصداع النصفي وصداع في نصف الراس. ممكن ابقى عندي الصداع بس مش ميجرين، بس مش ميجرين. لا دكاتره ما تعرفش تفرق. فده مهم جدا. الميجرين شريان لسبب ما لو عرفنا هنرقص. يروح قافل. لما قفل قفل على حته في المخ، عين ودن ايد، يبقى دي منبهات ان الصداع جاي. العين بيعرف يقول لك انا الصداع هيجي لي كمان 10 دقائق. بعد ما الشريان يقفل لمده تتراوح بين ثواني الى دقيقه يروح فاتح قوي. مش فاتح كمكان، لا فاتح قوي. عندي مرحلتين، مرحله شريان ضيق وشريان واسع. الاثنين يلخبطوا المخ. ده يجي الواسع ده بقى اللي يجيه صداع، يحس انه انا جالي عيانه مره. هو اكتر في الاذكياء. الميجرين مرض الاذكياء واكتر في الستات، وله علاقه بالدوره قبل او بعد او اثناء. انما له علاقه حوالين الدوره كده. انا جات لي واحده ست لقيتها مفتوح راسها هنا واخده 3-4 غرز. بقول لها ايه ده؟ قالت لي خبطت راسي في الحيطه من الصداع. الصداع بتاع الميجرين عنيف جدا. طب نيجي بقى في الادويه. ما انا لو لقطت العين في الاول وهو قافل اديله موسعات شرايين بس يتموته من الصداع. طب لو قابلته بعد كده اديله مقبضات شرايين، حاجه تقفل الشريان. عشان كده احنا في الاول بنسكت، يعني انت عارف ان الصداع جاي، لكن جميع الادويه بتقفل الشريان اللي بيوسع ده. طب بيقفل الشريان ده بس؟ لا، ممكن شريان القلب يقفله كمان. تكير بقى، لو انت رجل عندك ميجرين وقعد تسف كل شويه بدون داعي الادويه. لا ما هو مش بدون داعي. لا بياخد بدون داعي ساعات. لا يعني كتير جدا تلاقي ايه، انا خايف من صداع يجي يروح بالع قرصين. حتى الادويه دي عالميا ابتدت تكش جدا لانها بتاثر على شريان. زي ما قفلت فوق عشان تريحه بتقفل في شريان التاجي، ممكن تعمل له مشاكل هو مش قدها. طب يعمل ايه؟ هو بقى إيه في يعني؟ حاجات بتضيع الصداع خفيفه كده، يعني في خش في اوضه ضلمه، حط المخدة على راسه، محدش يكلمه خالص، مفيش داعي للتلفزيون. الموبايل قلل استخدامه جدا جدا. في ناس بتحط مفتاح تربط دماغ، تربط دماغ ماشي ده ولا ايه؟ ما هو بيقلل كميه ماشي كانه بيربط الشريان يعني. طبعا هو مش عمره ما هيوصل له. عمي كان بيعمل كده. مفيش مشكله في ده. لا الميجرين حرص بس في الادويه كتير. الميجرين مرض رزل جدا جدا ولكنه غير قاتل. تتحمله خلاص. ما هو سرطان. بحس ان انا ما تخليهوش انت بقى يقلب الحاجه تانيه. يعني الادويه كتير، الادويه كتير خطر جدا. انا كطبيب ريلاكسد، لكن العيان مش ريلاكسد، تعبان يعني متضايق جدا.
طب في ابن عمه بقى الكلاستر، الكلاستر هيدك ده بقى، ده العنقودي. العنقودي ايه ده بقى؟ ده صداع نفسي بحت، احنا بنقول كده لان مش عارفين سببه برضه، بس صداع، صداع بيجي بقى في ام الراس، مش زي الصداع النصفي في نص الراس. على فكره الصداع النصفي لما تيجي تشوف الشرايين في الحته دي تلاقيها بتنبض، بتنبض لان بيحصل شريان وسع. ايوه بيحصل، فده مهم قوي. طب خلينا قبل ما نختم بقى ناخد الحاجه المهمه جدا بقى، ان احنا كلنا كبشر يجي لنا صداع، واحنا المصريين عندنا ادويه قد كده كلنا في بيوتنا وبتاع. ابوس ايدهم ما يسمعوش. ده هيجيلي صداع، اديني حبايبي هيجيني صداع وهكذا على طول بقى. ايه بقى هو يعني؟ بس لو يشترك في جيم يبقى عنده ويك اند مقدس، ويك اند مقدس، لان الشغل بتاعنا بيصدع برضه يا استاذ محمود. احنا شغلنا بيصدع جدا جدا، اللي بيشتغل في بنك تعبان جدا، بيشتغل مثلا من 9 الصبح ل 5 بعد الظهر. صحيح، كل الناس اعمال كتيره جدا جدا ومركز. كل العمل على فكره كل واحد، كل واحد جد. طب واحد جاي له صداع دي ممكن تعالجها انك انت تتحرك شويه، انك تشم هواء او ينام. طب جاله صداع، جاله صداع ياخد الحاجات السيف زي الباراسيتامول. كل مول كل ما ادويه باراسيتامول اي حاجه فيها مول تطمن. وانا بقول سيف ليه؟ امنه ليه؟ اكله. انا خايف على كلوه المصريين. كل 100 واحد يا استاذ محمود بيغسله 50 من الادويه. كل 100 واحد راحوا يغسلوا كلى 50 من الادويه. ليه بقى؟ احنا الشعب الوحيد برضو اللي بيخش الاجزخانه ياخد دواء لو عايزه. مفيش كده طبعا، بدون روشته. لا بس ادويه الصداع دي زن مصرح بيها، مش كلها. بس خلي بالك في كل القول دوت ماشي الحال، انما اي حاجه بره القول يبقى لازم يروح للدكتور. وبعدين ما يدريك ما جاي الصداع له حل تاني يعني. انت او في مشكله وانت ما اديتهاش حقها. في اخر بقى نوع صداع اللي هو الريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ يعني اتنقل عن عصب. سنتي بايظه مصدع، ده بنبقى عارفينه ده. عيني بايظه مصدع، امساك مصدع، كل دول بنبقى عارفينها. دي سهله سهله، ده سهل يعني. دي نبذه كده عن الصداع بدل ما نصدع الناس بكلامنا. لو عندكم اسئله ان شاء الله الاسبوع الجاي ولا اللي مش حاسب ما مواعيد الدكتور هتسمح، هنكمل مع حضراتكم. واذا كنتوا عايزين اي موضوع يحبوا يعني نتكلم فيه يبقى جميل جدا. دكتور انا بشكر حضرتك جدا. انا اللي بشكرك يا استاذ محمود، اديتنا فرصه ان نقول للناس حاجه حلوه. شكرا حضرتك، تصبحوا على خير.